إذن مشاهدينا خلونا نطمن على حالة الجو من خلال دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية معنا تليفونيا. دكتور منار بصبح لحضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذ هشام وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم، يا ريت تطمنينا كده على حالة الطقس النهاردة وإن كان هناك تغيرات مرتقبة خلال الأيام الجاية. طيب خلينا أول نقول حالة الطقس النهاردة، احنا بنتأثر طبعا بامتداد منخفض جوي مع كتل هوائية جنوبية شرقية تعمل على ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. متوقع اليوم أن ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالأمس بحوالي من درجتين لثلاث درجات، يعني العظمى اليوم متوقع على القاهرة الكبرى تكون 25 درجة مئوية. إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار هيكون دافي على المناطق الشمالية القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري، هيكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد ده خلال فترة النهار، لكن مع دخول ساعات الليل درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، يمكن الفرق كبير بين العظمى والصغرى بيوصل لأكثر من 10 درجات، والطقس بيكون شديد البرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. أيضا اليوم هنلاحظ وجود بعض الأتربة العالقة في سماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري محافظات شمال وجنوب الصعيد. مع تقدم الساعات هيبقى فيه فرص لسقوط الأمطار، يمكن بدأت الآن تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على غرب البلاد، هيكون اليوم فيه فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية كلها وشمال الوجه البحري، كميتها تزيد شوية وتكون أمطار متوسطة على السلوم ومطروح. أيضا اليوم في فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري المنوفية الغربية الشرقية، بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بعض المناطق من سيناء. أيضا الأمطار هتمتد خفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء اليوم، لكن أمطار القاهرة الكبرى كلها أمطار خفيفة هتختلف من مناطق وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية. التغيرات المهمة في حالة الجو الأيام القادمة هي الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. احنا إن شاء الله غدا الأربعاء هنشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجتين أو ثلاث درجات، لكن من يوم الخميس القادم إن شاء الله هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل كم درجة يا دكتور منار؟ بحوالي 4 لـ6 درجات. متوقع تاني نعود للأجواء الشتوية، يعني درجات الحرارة العظمى يوم الخميس على القاهرة الكبرى تكون ما بين 18 و19 درجة مئوية، ذروة الانخفاض هتكون يوم السبت هتكون ما بين 16 و17. هنرجع تاني للأجواء الباردة خلال فترة النهار خاصة مع وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية هيزود إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة. الطقس فترة النهار هيكون من مائل للبرودة البارد، خلال فترة الليل ممكن يوصل لقارس البرودة لأن في انخفاض كمان درجات في درجات الحرارة الصغرى، يعني الصغرى هتتراوح ما بين 8 و9 درجات خلال ساعات الليل، مع وجود نشاط للرياح هنحس بيها أقل من كده كمان. فالانخفاض ده هيستمر معانا إلى بدايات الأسبوع القادم بإذن الله، فدايما النصيحة. طيب هل الانخفاض ده يا دكتور منار مرتبط بأي ظواهر مناخية ممكن تكون مصاحبة ليه؟ لا هو يعني الأتربة اللي شفناها الأيام اللي فاتت مثلا، هل في شبورة مائية، الحاجات اللي شبه كده؟ طبعا انخفاض درجات الحرارة احنا اصلا بتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط وايضا في طبقات الجو العليا، هيعمل على سقوط الامطار على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري. الامطار الى الان هي امطار من خفيفة الى متوسطة، هي عودة فقط للاجواء الشتوية. يمكن يوم الخميس القادم هيكون في نشاط للرياح بالفعل على كافة مناطق الجمهورية، الاتربة والرمال المثارة اكثر المناطق اللي هتأثر بيها هي شمال وجنوب الصعيد. احنا الاحد الماضي كان منخفض خمسيني بيتحرك على الصحراء الغربيه، ده وارد يحصل في الايام اللي قادمه خصوصا مع دخول فصل الربيع، لكن ان شاء الله الى بدايات الاسبوع القادم ما فيش حاجه شبه يوم الاحد الماضي. تمام، انا بشكرك جدا يا دكتور منار، شكرا جزيلا. دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه كنت معنا تليفونيا، بشكرك يا فندم، الف شكر.